لقيتها حبايبي لي اشوفه مكياجي وعكاني رايحة على الحفلة وانا قاعدة بالصالون بالبيجامة. ادم شو وين مخي؟ I don't know. سيماند راح اليوم يعمل اسنانه من ساعة، تخيلوا من ساعة 12 الظهر هو طالع من البيت، وهلا الساعة 7:30 او 7:15 حد الان هو مو جاي على البيت. قلت له وين كنت؟ اتصلت فيه هلا قبل ما اصور. قال لي انا جاي على البيت بس ضل ربع ساعة ويجي على البيت. ما فرجيتكم ال بوكيه تبعي، يعني شوفوا الحجم. اول شيء حجمه كتير كبير وكتير ثقيل كأنه الشجرة ورود، وهذا شكله بتجنن. الورد للورد انا بتغزل لحالي يا والله حرام هيك رح يموتوا، يعني ما فيني احطهم بفازة. لايك شوفوا يعني هذا عرض البوكيه، شو اسمه هدول العيدان التحت. سو عم بدي عملية فك وما بعرف شو، بدي ميت ان شاء الله مشان اذا بدي احطهم بفازة، بس هيك رح يموتوا بسرعة. اي ثينك وداعا وداعي شمو. تعلمون انه انا ميتة جوع؟ حزروا انا من امتى مو اكله؟ حزروا من امبارح بالليل العشاء، يعني ما بعرف اليوم صحيت كنت حي محتاره شو اكل، بعدين ضليت محتارة، بعدين نسيت موضوع الأكل، بعدين طلعت لفوق عملت ميك اب، بعدين صورت تيك توك، بعدين نزلت لتحت رحت. خلاص قررت أتصل على سيمان مرة تانية أزعجه وأقول له يجيب لي أكل معه. هو أكيد بيكون آكل لحاله لما لأني طالع من الصبح، فما معقول يكون مؤاكل. فانا اليوم مو جاي عبالي اطبخ، يعني انه لما الزوج يكون مو بالبيت المره ما بتحب تطبخ يو نو فرح قال له يجيب لي معه اكل اي شيء مشان اكل. في هيك مطعم جبنه خليه يمر عليه قبل ما يجي، بصراحه ابدا مو جاي عبالي. وعلى فكره صايره اكلي ابدا مو صحي، كله فاست فود اندومي، هاي الاشياء اللي مو منيحه وخبز و... لازم اغير البرنامج حياتي والله. مورجيتك مورجيتك؟ لا خلاص ما في جيتك، العبها لعبة جيتك. ها وات يا عمري شو وا اسوي زيت المي. ها مين عطاك المي؟ ها يا مساغب خلاص مي. لا اجيتها. I'm coming. اكل ميرا مامي، تاكل ميرا. لازم اضل العب هاللعبة مع ميرا لمدة ساعة مشان تشبع، او لا كمان ما بتشبع، حتى اذا لعبت ساعة كمان بدها مرة ثانية. وات يا عمري وات دو يو وات؟ ها؟ مور جيتك. مور جيتك يعني بدها كمان جيتك، انه انا ولا جيتها. ليش هالصريخ اللي ما له داعي؟ ها؟ جيتها لميرة، اكل ميرة! تعال تعال تعال، ليش طالع كيوت اليوم؟ وانت ليش طالع كيوت؟ شوفوا المشية، شوفوا المشية.
من اللي على السلامة. بس منك على السلامة. لازم نبلش بهالشو اسمه انه انا العب دور المريض. مالي مريض. شو عملوا لك صحيح؟ نسيت اسأل. شو؟ شو عملوا لك؟ حطوا قطعة بس ما بس؟ والله لا نستنى شهرين ونص. شهرين ونص وبعدين جبت لي اكلاتي ولا لا؟ جبت لك كل شيء، جبت لك شو اسمه باربيكيان. شوفوا هذا هو باربيكياني المفضل، تفاح وفراولة. وهون ما بعرف شو عم بيصير. عم يتقاتلوا على البطاطا. على اساس انه كثير اكيلين يعني، فهمت؟ هو واحد ما ياكل والثاني ما بده، بس عم يتقاتلوا عليه بس هيك خناق وخلص. مين بده يلعب في البطاطا؟ ايوه مو مين بده ياكل. صح. اوكي ما توقعت تجي هي الكمية الكبيرة. وصيت هون دايناميت تشيكن. هذا تشيكن ومعه بطاطا وفوقه تشيدر تشيز. هون برجر، بس اكيد ما راح اقدر اكلهم كلهم. فاست فود صايرة غير صحية. انا هاكي واو حبايبي، نسيت اقولكم انه انا جاني او مو جاني، انا وصيت من شيء من فترة تقريبا من يومين او هيك شيء. الملابس صراحة لساتهم حاطتهم هون، بس طلعتهم من الكرتونة وحطيتهم بالمرجوحة هي، ما رتبتهم يعني. فهلا عم فكر ارتبهم وافرجيكم شو وصيت. ما وصيت كثير اشياء، في كم شغلة رجعتها انه ما كانت مناسبة. اول شيء هاد السويتشيرت كتير حلو، صاير اوفر سايز. انا هالفترة عم بحب الاوفر سايز مثل ما انتم شايفين. لونه كمان اوف وايت، كتير كتير عجبني، هيك سمبل وفيه بس كتابة سوداء، وطوله كتير مناسب للمحجبات. من هون صاير فايس هاد اول شيء، خليني اطبقه احطه على جنب لانه ما عجبني شكلهم هيك، وبصراحة ما عندي مكان اعلقه. يعني هي خزانة اللي بعلق فيها ملابسي، وهي اللي بطبق فيها الملابس. هون خلص انملت، فهلأ لازم تطبيق، اونلي تطبيق. فهاد راح احطه على جنب. وصيت ست بهذا اللون غريب كتير، هاد هي اول مرة بلبس هذا اللون بصراحة، بس ما بعرف هيك حبيت اغير، بحسه بيطلع حلو على اللبس هيك مع نفس لون هذا الشال، او ممكن شوي شال افتح يطلع كتير كتير حلو. صايرة هودي هيك كمان اوفر سايز، شوفوا. وتحته بيجي هي ماتشنج سيت، تحته بيجي البنطلون تبعه جوكرز هيك شكله، كتير حلوين مع بعض. عم فكر البس تحته تي شيرت ابيض حتى هيك شوي يصير تفاصيل، مو بس لون اخضر وبس، يعني هيك لون اخضر بعدين يجي التي شيرت اسود طالع الابيض طالع من جوا بعدين البنطلون. هاد كمان لازم اطبقه، هاد صراحة كتير سميك، فهاد لازم هلا البسه بالشتا، يعني ما عندي غير اسبوعين او شهر البسه، بعدين خلص بيكون لازم اخبيه للشتا الجاي. سو هاد كمان بطبقه وبحطه بهي الخزانة. في شغلات مو من شيء انا موجودة هون، فهاد مو من شيء انا، هي the giving movement. اوكي فرجيكم اللي بعده. اللي بعده اشتريت ست لونه بنفسجي، اشتريت هذا الست بلونين، البنفسجي واللون الازرق الفاتح السمائي. شوفوا صاير ست بانتس عادي، على فكره كمان الست شوي اوفر سايز، كثير حابه الاوفر سايز. سو هذا الست كثير مناسب للصيف مو للشتاء، قلت خلص يعني بكفي اجيب ملابس للشتاء، يعني اصلا الشتاء رح يخلص بعد اوريدي بلش يخف يعني. فهاد السيت هيك بيجي، شفتوني انا كنت لابسته مره اخذت فيه صوره بالسناب شات، هيك
هيك صاير قميص وتحته البنطلون تبعه، والقماشه كتير حلوه ونفسه بس باللون بنفسجي. انا حابه هذا اللون كتير كتير كتير، حلو علي هذا اللون، بحسه بيلبق لبشرتي ما بعرف ليش. فنفسه بالضبط، شوفوا قماشته كتير حلوه قماشته. سو هات كمان على نطبقه نحطه هون بالخزانه هذا القميص تبعه. سو نايس، وقماشته خفيفة وكتير باردة للشتاء للصيف أمين. أوكي اللي بعده، قصيت بنطلون. شوفوا الخامة تبع هذا البنطلون، أنا استغربت يعني قلت معقول هاد من شيئن. شوفوا الكواليتي، شايفين؟ واو، هاد صاير مامي جينز أو هيك شيء اسمه، يعني عريض أوفر سايز ومن تحت كمان. كتير حبيت، شوفوا الخامة وهيك موديل البنطلون كتير حبيته. بس في عندي ملاحظة عليه انه كان شوي من عند الخصر كبير، يعني هون هي المنطقة الورا كان هيك طالع لبرا، زف ما بعرف اذا فهمتوا قصدي، كان صغير من عند الخصر، بس من عند الورك وهي الاماكن اوكي كان الفت تبعه، بس من عند الخصر كان شوي كبير. بس قلت خلص ما بدي ارجع، بلبس معه حزام وبتنحل المشكلة. وصيت كمان بانتس هيك عش، فيه نفس الشيء بس فيه فراشات هون، هلا بفرجيكم اياه. هاد لتحت اللبس اكيد دائما بحتاج، ولونه لون البيج. هدول دائما بجيب منهم لانه مثلا يكون عندي لون البيج 4، لون الابيض 5، اسود 3، هيك يعني بحب يكون عندي. اوكي هذا هو البنطلون اللي بعده يلي عليه فراشات، شايفين انا لابسه حزام معه نفس مشكله البنطلون الاول. شوفوا هذا كتير كيوت، هذا لبسته بالفالنتاين، بعرف اخذت فيه صوره اذا بتتذكروها مع الورد، كان كتير هيك كيوت، كتير حبيته باللبس. وكمان شوفوا الخامه تبعه كل شيء بيرفكت، بس في هي المشكله انه هو شوي كبير من عند الخصر، بس عادي يعني مشكله انحلت بالحزام. اوكي هيك بكون فرجيتكم كل